راح ننتقل معاكم مشاهدينا لفقرتنا الثانية، ومعانا بطل في كمال الأجسام، الشاب هاشم الفتاوي. طبعا يجمع بين وظيفته كأخصائي مختبرات طبية وبين موهبته كبطل كمال الأجسام، ومو بس كذا شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية الذي حاز فيها على العديد من الجوائز زي ما انتم شايفين معانا في الفيديو. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الكابتن هاشم. اهلا وسهلا كابتن هاشم. اهلا وسهلا سالميا، شكرا لكم على الاستضافه، ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله وعلى الجمهور. اكيد ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، وش ذا الابداع. خليني اعرف بدايه، كيف اخترت ان الرياضه تكون جزء من حياتك، خصوصا هذا اول قرار اتخذته في حياتك، ودائما اول قرار هو اصعب واهم قرار. صحيح. اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله الوالد الله يعطيه العافيه، من احنا صغار كان يحب ان نشغل اوقات فراغنا باشياء نستفيد منها، وكان احداها الرياضه يعني. والحمد لله طبعا يتطور اهداف الواحد مع الوقت، ففي البدايه الواحد بس كان هدفه انه يغير من جسمه شويه، بس بعدين ابغى التيشيرت يضيق شويه، بس حبه حبه تتطور هذه، والحمد لله اتخذ قرار وقتها ان انا اشارك في بعض البطولات، والحمد لله كان قرار صائب يعني توفقت فيه. طب وبعدها كيف تغيرت حياتك، خصوصا انك الحين يعني ما صار الموضوع بالنسبه لك مجرد هوايه، صار احتراف. فبعد ما اصبحت محترف في رياضه كمال الاجسام، وش اللي تغير في حياتك؟ اولا رياضه كمال الاجسام زي ما الاغلب عارف انها رياضه تاخذ اغلب يومك، فتغير اشياء كثير في حياتي، خصوصا بعد المشاركات كمان، انه برضو في قرارات اتخذتها انه بصير تطلع على الستيج امام ناس كثير. بشكل جسمك تغير، انت لازم تنتبه، في ناس بيتابعوك من اطفال، في ناس اقاربك الصغار اخوانك بيتابعوا، حاجه انه يقتدوا بيك احيانا، فهذا الشيء غير اشياء كثير في حياتي خصوصا كان في مجال عملي. طب اغلب الناس ممكن ما تكون راضيه عن شكل جسمها، اتوقع في هذه الفتره ومع السوشيال ميديا ما صار احد فعلا راضي عن شكل جسمه، فنبغى نعرف من خبرتك كابتن ايش المعايير الصحيحه في شكل الجسم؟ طيب اولا هو الواحد لازم ما يحط في باله انه هو شكل معين، شكل جسم معين هو هذا الافضل او هو هذا الجسم اللي ما في زيه، لا، في النهاية أنت لازم تغير فكرك، تغير هدف، هذا هو الأهم، أنت تغير فكرك، تغير عاداتك خلال اليوم. المهم أنه أنت تغير طريقة حياتك بحيث أنه إدارة حياتك تكون إدارة صحية تؤهلك أنك توصل لجسم بأحسن كفاءة إن شاء الله، بصحة وعافية لعمر طويل، هذا هو الأهم من أنه يكون شكل جسمك بس شيب جميل. طب فعلا يعني ايش الشكل المثالي للجسم؟ هو اكيد الجسم يكون متناسق من فوق من تحت، جميع اجزاء الجسم تكون متناسقه. ايه نسبه الدهون ما تكون عاليه. تكون اقل من 15 الى اقل من 20%، هاي نسبه الدهون هي الصحيه ان شاء الله، وما راح تاثر عليك قدام. طب ليش انا لاحظ، يمكن كثير من الناس يوافقوني الراي والشباب الموجودين هنا، أن أغلب المحترفين في رياضة كمال الأجسام واللي يشاركوا في مثل هذه المسابقات يكونوا مرة عراض من فوق ونحاف من تحت، فهل هذا الشكل الصحيح للجسم؟ لا لا أكيد هذا خطأ. أي لكن ممكن هذا التفكير كان زمان، الشباب كانوا يخافوا من تمارين الأرجل أو يكرهوها شوية، وهي تمارين الجزء السفلي، فكانوا يركزوا أكثر على تمارين الجزء العلوي وهي اللي بتبان للناس وكذا. لكن الآن الحمد لله صار في تثقيف اعلى للشباب، صاروا يعرفوا اهميتها، صاروا يعرفوا فوائدها، انها هي مو بس شكل، لا برضو بتعطيك فوائد لجسمك، فصاروا يهتموا بكل الاجزاء، وان شاء الله في المستقبل حنشوف هذا الشيء ان شاء الله باذن الله. طب هل كل شخص في مجال رياضه كمال الاجسام يحتاج انه يكون عنده مدرب خاص فيه، ولا هو مدرب نفسه؟ صراحه انا عندي وجهه نظر انه انت لما تدخل مجال كمال الاجسام ومجال الرياضه، انت كانك دخلت مدينه جديده، لما تدخل مدينه جديده انت بدون ماب او بدون خريطه، انت حتضيع فيها عشان توصل للمكان اللي انت تبغاه، حتضيع وقت، حتضيع جهد، حتضيع فلوس على الفاضي، حتخسر وقت طويل. لكن المدرب هو الماب، هو الخريطه بالنسبه لك في هذا المجال الجديد، هو ممكن يرشدك انك انت توصل لهدفك او المكان اللي انت تبغاه في اسرع وقت، في اقل جهد،
في أقل التكاليف كمان. جميل. أنا ملاحظة أن أغلب الشباب في الفترة الأخيرة صار توجههم كبير جدا على هذه الرياضة وتحديدا رياضة كمال الأجسام، وش الحلو في الموضوع؟ أكيد إحنا من إحنا صغار كنا نتفرج على أفلام كرتون أو تلفزيون، دائما يكون الأبطال بأجسام ما شاء الله جميلة كذا، فكل واحد يهتم في جسمه حيشوف هو فوائد هذا الاهتمام أو نتائجه. أي واحد بيمارس رياضة أسأله أنت إيش استفدت منها، هو ما حيقدر أصلا يوصف لك كمية الرضا هو عن نفسه وعن شخصيته وعن ثقته بنفسه، فلها فوائد وأشياء مرة كثير. فهذا الشيء اللي الناس الحين بدأوا يقتنعوا به وبدأوا يتوجهوا كمان، خصوصا مع توجهات الدولة الحمد لله، صار وجود كمان رئاسة أو هيئة الرياضة، فهذا الشيء بيشجعنا بيحمسكم وشجعكم أكثر. طب كلمنا عن بطولات كمال الأجسام اللي شاركت فيها، وأيضا مهم نعرف معايير هذه المسابقات. أبدأ بالمعايير ممكن. الفئة اللي أنا شارك فيها هي فئة الفيزيك، معاييرها أنه يكون لابس شورت تقريبا إلى الركبة. أهم المعايير في هذه البطولة في هذا الفئة أنه اللعيبة يكونوا تقريبا كلهم بنفس الطول أو فئة طول معينة. التركيز الأكثر بيكون على جمالية الجسم، مو كثير على الحجم العضلي أو الحجم أو الكتلة العضلية، لا، بقدر ما أنه هو الجسم يكون متناسق وجميل. فهذه هي المعايير. بالنسبة للبطولات أنا شاركت فيها الحمد لله، الصور ما شاء الله بتنعرض للناس، أنا جدا فخور بيها إن شاء الله. أكبر فخر لي أن أنا أرفع علم بلدي وأشرفها في أنحاء المعمورة، فهذا أخذت يعني جوائز ومراكز متقدمة في هذه البطولات؟ الحمد لله أخذت مراكز متقدمة في لبنان، أخذت مراكز متقدمة، أخذت في جدة أول بطولة لي، والحمد لله أخذت مركز أول في روسيا، أخذت مركز أول في دبي، والحمد لله كمان في هنغاريا. جميل ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندي سؤال كل الشباب حابين يعرفوا إجابته، هم صراحة قالوا لي أسألك يا كابتن. الله يستر. الله يستر. إن شاء الله الله يستر. كيف ممكن نفرق بين الأجسام اللي تأخذ بروتينات ومكملات غذائية؟ أوكي، يعني ما شاء الله كلهم يكونوا منفخين نفس الشكل، بس كيف تفرق أنه هذا ماخذ بروتين ومكملات غذائية والثاني لا ما شاء الله رياضة وأكل صحي وحياة صحية؟ طيب أنا أنصح أول شيء الشباب أنه هو يسوي إجراء، طبعا سواء كان رياضي أو غير رياضي، أنه هو يسوي تحاليل دورية يشيك على جسمه. على أساس هذه التحاليل أنت مدرب اللي تكون ماشي معاه المفروض أنه هو يحط لك نظام غذائي. الهدف أنك أنت تعطي جسمك العناصر الغذائية، العناصر الغذائية هذه سواء أنت قدرت توفرها من النظام الغذائي فتناف، يعني ما تحتاج أنك أنت تلجأ للمكملات الغذائية. إذا أنت ما تقدر توفرها من خلال المكملات الغذائية وعندك نقص لا سمح الله في أي فيتامينز أو معادن في جسمك، تضطر أنك تلجأ للمكملات الغذائية. أهم حاجة أنك تستخدمها في طريقة صحيحة، كل مكمل دحين صار مكتوب وراء طريقة الاستخدام، ما يحتاج أنك أنت تتوه فيه. أي شيء أنت تستخدمه غلط حيكون له آثار سلبية، إذا أنت استخدمته صح إن شاء الله مصدر موثوق زي الصيدليات ومحلات المكملات الحمد لله كلها مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، تقدر تستخدمها وما عندك أي خوف. كيف تقدر تفرق؟ ما تفرق، لأن هي مكمل غذائي، فإذا أنت ما أخذت احتياجك من الأكل تأخذ من المكمل فما في فرق في النهاية، أهم شيء وفرت الاحتياج لجسمك. جميل جدا، شكرا لك كابتن هشام، وأكيد أتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. العفو، يعطيك العافية. شكرا لكم. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل الأمير خالد الفيصل يكرم المبدعين في موهبة.